غالبا ما يستر الثلج العيوب، ولكن في هذه المرة فضحها بياضه الذي زاد من سواد ومرارة النازحين في ريف حمص الشمالي، وخصوصا الذين يسكنون في مناطق متفرقة في العراء دون سقف يحميهم ويرد عنهم برد الشتاء. تحت نيران القصف فروا بأجسادهم العارية ولجأوا إلى أماكن لا تصلح لأي معيار من معايير السكن. شوفت يا أخي، إحنا تجرم دار الكبيرة على الضرب وعلى القصف تبع النظام، وجينا على هالدور هوني لا في سداج لا في سفنج لا في بطانيات لا في حرامات. شايف هالجو شلون ثلج وبرد، ولا في تدفئة ولا في شيء غطى نتغطى فيه، كل أربعة عم تغطوا بطانية، ستر ما في. يعني شو بدي اقول لك، شغلي 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 عجيبه، يعني ناشفه على الاخر. ثلج شوفت عينك انت، تعال تفرج هيك تفرج، حتى حصر ما في، سجادات ما في، حرامات لحف كل العالم ما في. حتى الاطفال لم يسلموا من ويلات الحرب، فبالرغم من تركهم لمدارسهم وحرمانهم من التعليم لم يجدوا ذلك الدفء ولا لقمة العيش التي تعد أبسط شيء في الحياة. تركت على مدرستي وجيت بلمحة طب لأهلي عشان نتدفى بالحسرة، حتى كمان باحيات بالليل مثل البرد، حطب ما في، عم نحرق كياس كراتين بشوف الدم بالحقبة، وطلع الولاد شو لابسين، شوفت عينك حطب ما في وتلج. ثلوج ورياح وأمطار وعواصف شتى تضربهم أينما حطوا الرحال، ولكن ما يرجوه هؤلاء هو انتصار الثورة على نظام كان ولا زال السبب الرئيسي في تهجيرهم من ديارهم. أنس أبو عدنان لقناة الجسر الفضائية، مدينة حمص.